بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد تكلمنا في الدروس الماضية على شيء من أصول الإيمان وأركان الدين، وذلك في حديث جبريل الطويل الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأشملها لاشتماله على كثير من أمور الإسلام، سواء ما يتعلق بأركان الإسلام أو بأركان الإيمان أو ركن الإحسان، وكذلك شيء من أمور اليوم الآخر وعلامات الساعة. وهذا الحديث العظيم أخرجه كثير من الأئمة، فرواه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورواه كذلك في صحيحه بإسناده عن يحيى بن يعمر، ورواه كثير من علماء السنة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة، ورواه أبو داود والترمذي، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن ماجه والنسائي وابن منده في كتاب الإيمان، ورواه ابن حبان والآجري والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي، وكثير من علماء الإسلام تكلموا على هذا الحديث العظيم، واتفق الإمام البخاري ومسلم على إخراجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الصحابة، ذكرهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أنس عند البخاري في خلق أفعال العباد، ورواه أيضا جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل عن أبي عوانة، ورواه ابن عباس وأبو عامر الأشعري عند الإمام أحمد. والحديث صحيح لإخراج الإمام مسلم له وإخراج الإمام البخاري. وفي القصة التي رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو أوسع من ذكر قصة هذا الحديث، وهو أن يحيى بن يعمر وهو من التابعين قال: كان أول من تكلم في القدر في البصرة في جهة العراق رجل يقال له معبد، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فلما وصلنا إلى مكة وافقنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا إلى المسجد، يعني إلى المسجد الحرام، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: ظهر لنا وقبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم،
وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك، قال ابن عمر ليحيى بن يعمر وعبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن، قال: إذا لقيت هؤلاء الذين ينفون القدر فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين، فمن جحده والعياذ بالله فإنه يخرج من دائرة الإسلام، لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإسلام وأصل من أصول الإيمان. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم ملء أحد مثل أحد ذهبا، يعني مثل جبل أحد ذهبا، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع ركبتيه جهة ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الروايات، وليست على ركبتي جبريل عليه السلام. جبريل ملك من الملائكة، وهو رئيس الملائكة، وهو روح القدس، وهو الموكل بالوحي من الله تعالى إلى الأنبياء والرسل. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة. قال: صدقت، يعني جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعجبنا له يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث في الرد على أولئك الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمور غير مقدرة. ونحن نعلم كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، وأن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. جاء في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، قال له الله عز وجل، قال له: أكتب. قال: وماذا أكتب يا ربي؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. قال: فهو مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، في كتاب عنده فوق عرشه، وهو اللوح المحفوظ الذي ليس فيه تغيير ولا تبديل، موجود هذا اللوح لا يتغير فيه شيء، مكتوب عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قال: فجرى القلم بما هو كائن، فهو في كتاب عند الله عز وجل فوق عرشه،
قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. هذا يدل على عدة أمور. أولاً، علم الله عز وجل بما كان وما يكون، فهو عز وجل العالم بخلقه وما يجري في خلقه، فهو مكتوب. وأيضاً هذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتبدل. الثالثة، أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله وقدرته وفق العلم والكتابة. ولذلك علماء السلف يقولون: ناقشوا القدرية الذين ينفون القدر، ناقشوهم في العلم، فإن أثبتوا العلم لله عز وجل فقد خصمتموهم، وإن أنكروا العلم فقد كفروا والعياذ بالله. لأن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون أبد الآباد، وسواء كان في الماضي أو في المستقبل لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، قد علم ما كان وما يكون، لأن الله عز وجل هو العليم الخبير بأحوال العباد، ويعلم ما يكون وما سيكون في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الصحابة رضي الله عنهم، قام فيهم بعد صلاة الفجر، فصعد المنبر وخطب الصحابة حتى حضرت صلاة الظهر، ثم رقى نزل من المنبر فصلى بهم صلاة الظهر، ثم صعد المنبر فخطبهم إلى صلاة العصر، ثم نزل وصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطب بالصحابة إلى غروب الشمس، ثم نزل وصلى بهم المغرب. قال الصحابة: فأخبرنا بما كان وما يكون حتى دخل أهل الجنة منازلهم ودخل أهل النار منازلهم. قال: فأعلمنا أحفظنا. أعلم الصحابة بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هو من كان حافظا. فالحفظ من أدوات العلم المهمة، لا كما يقول بعض الناس إن لسنا بحاجة إلى الحفظ. العلماء يقولون: فاحفظ، فكل حافظ إمام. ومن حفاظ الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي من كبار حفاظ الصحابة، وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وغيرهم من الصحابة كانوا حفاظا، نقلوا لنا هذا الدين، ونقلوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه وأفعاله وأوامره ونواهيه، حتى وصلت إلينا واضحة محفوظة بحفظ الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل حفظ لنا القرآن، كذلك حفظ لنا السنة. الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ القرآن حفظ السنة، لأنها هي الشارحة، هي المبينة، هي الموضحة. فأمور الصلاة أركانها وواجباتها وسننها لا نعلمها إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبطل الصيام وما يجب فيه وما يجوز وما يمتنع، إنما هو بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصبة الزكاة وما يتعلق بها من أحكام، وأحكام بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، كيف نزكيها، إنما هي من موضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسك الحج موضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنه حجته ومناسكه، وكيف أنه كيف أحرم
وكما في حديث جبريل كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح البخاري وفي مسلم في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أحرم في المدينة حتى وصل إلى مكة ووقف في عرفة ومزدلفة ومنى وحلق رأسه ونحر هديه وطاف بالبيت وسعى. نقل الصحابة كل ما يتعلق بأمور الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمور أركان الإسلام وتوضيحاتها إنما هي في السنة ومجملة في القرآن الكريم، فالقرآن محفوظ والسنة كذلك محفوظة. فأخبر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أن هؤلاء الذين ينكرون القدر أنه بريء منهم وأنهم براء منه، لأنهم أنكروا ركنا من أركان الإيمان. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو جاء أحد منهم بمثل أحد، جبل أحد، ذهبا ما تقبل الله منه حتى يعلم ويؤمن بالقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فتكملة حديث جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإحسان، ركن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا يا محمد عليه الصلاة والسلام لست أعلم منك يا جبريل بوقت الساعة، لأن الساعة قد أخفاها الله تعالى، لا يعلمها إلا الله. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أمارات الساعة وعلامات الساعة وأشراط الساعة، يعني ذكر له جزءا يسيرا منها، وهو أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق جبريل مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، تدري من السائل؟ الصحابة لم يعرفوا أن هذا جبريل، وجبريل عليه السلام لو جاء في صورته لما وسعته الأرض، له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في السماء ومرة في المشرق، له 600 جناح قد سد ما بين السماء والأرض، ولكنه من رحمة الله عز وجل ولطفه بأنبيائه ورسله أن يتشكل على هيئة رجل وعلى هيئة بشر، وكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي أو في صورة أحد من الصحابة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع الصحابة شيئا من الوحي ومما أوحاه الله تعالى على جبريل عليه السلام ليبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الصحابة سمعوا الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل زيد بن ثابت، حضر العرضتين الأخيرتين للقرآن الكريم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل، وجبريل يسمع له ويصحح للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل مرتين في رمضان قال للصحابة ولعائشة ولغيرهم منه من الصحابة: ما أراه إلا قد حضر أجلي، يعني أنه قد انتهت رسالتي وانتهى البلاغ، وجبريل عليه السلام يستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن زيد بن ثابت الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، هو الذي جمع القرآن، حضر العرضتين الأخيرتين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على جبريل. وأيضا شاهدته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، شاهدت جبريل لكنه على صورة بشر، أما صورته الحقيقية
فما رآه إلا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، رآه مرتين، مرة في السماء ومرة في المشرق، قد سد ما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: تدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث العظيم سماه كثير من العلماء بأم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن وفاتحة القرآن والسبع المثاني، كذلك هذا الحديث لما يشتمل عليه من أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وأمور الساعة والآخرة سماه العلماء بأم السنة. هذا الحديث صدر به الإمام مسلم كتاب الإيمان الذي هو أول كتب الصحيح، وأول حديث في صحيح البخاري هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وصدر الإمام البغوي كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة بأول حديث في صحيح البخاري، وثنى بهذا الحديث الذي هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم. هذه القصة التي رواها الإمام مسلم في لحديث جبريل الطويل يستفاد منها عدة أمور. أولا، أن بدعة القول بنفي القدر، هذه البدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياة ابن عمر. وكانت وفاة ابن عمر متى كانت وفاته؟ ها يا أبا حذيفة، سنة 73 للهجرة، يعني في خلافة بني أمية كانت وفاة الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر. فظهرت بدعة القدرية في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فشهدها كابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة، فردوا على هؤلاء الذين ينفون قدر الله عز وجل في خلقه. من الفوائد التي استفاد يعني ذكروها العلماء من هذا الحديث أن التابعين رضي الله رحمهم الله كيحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن كانوا يرجعون إلى الصحابة رضي الله عنهم فيما يقع عليهم من إشكالات، سواء كان ما يتعلق بأمور العقائد أو أمور العبادات والأحكام. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يرجع في أمور دينه إلى العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوجب الله عز وجل على العلماء أن يبينوا للناس. الثالثة، أنه يستحب للحجاج والمعتمرين أن يستغلوا مناسبة حضورهم إلى الحرمين الشريفين للتفقه في الدين والرجوع إلى العلماء، كما حصل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. ومن النتائج التي حصلوا عليها أن وفقهم الله وتفقهوا في الدين، وسلموا من الوقوع في رأي القدرية وأيضا في رأي الخوارج أيضا، كما سيأتي معنا. ففي صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، عندهم أن من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، وهذا ليس بصحيح. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام أركان الدين فهو مؤمن ومسلم بإسلامه ومؤمن بإيمانه. وإذا حصل منه كبيرة معصية من المعاصي، شرب خمرا أو زنى أو سرق أو اغتاب أو غيرها أو راب أو ارتكب أي شيئا من أمور الكبائر، فإنه لا يكفر ولا يخرج من الإسلام، فهو مؤمن بإيمانه بتوحيده بصلاته بصيامه، فاسق بمعصيته، إن تاب من هذه المعصية تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن ما تحت الشرك فهو في باب
التوبة مقبولة عند الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. الله عز وجل يقول في كتابه في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر. لكن هؤلاء الخوارج والعياذ بالله أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، فمن ارتكب عندهم كبيرة خرج من الإسلام، وإذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، وهذا ليس بصحيح. الخلود في النار إنما هو لمن مات على الشرك، أما من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من مات على التوحيد فهو لا يخلد في النار، فإن عذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه الله عز وجل إلى الجنة. مصير الموحدين، وهذا في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لأن من مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة، لأن الله عز وجل إن عذبه يعذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه إلى الجنة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا بيان فضل التوحيد وبيان خطر الشرك، لأن الشرك لا يغفر الله عز وجل معه ولا يقبل معه أي عمل صالح يفسده الشرك. الله عز وجل يقول في القرآن عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفعه، لئن أشركت، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خطاب للأمة، لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني لا يقبل منك شيء، وحبوط العمل يعني فساده وعدم قبوله. لكن من مات على التوحيد وإن كان عنده ذنوب فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله آخذه بذنوبه وعذبه على قدر ذنوبه ثم يكون مصيره إلى النار، كما سيأتي معنا في حديث الذين يخرجون من النار كأنهم فحم ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، يعني فوق السيل، ثم يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون إلى الجنة. هذا فضل التوحيد. أما من مات على الشرك فإنه محرم عليه، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مستحيل أن يدخل المشركون الجنة، حرم الله الجنة على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فرأي الخوارج، وهو من أخبث الآراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما خرج قرن من الخوارج فني منهم قرن خرج قرن آخر حتى يخرج آخرهم مع الدجال. الخوارج يكونون أتباعا للدجال، وهم كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر من وطئ الحصى والعياذ بالله. الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها للمسلمين، أوجبوا الصلاة على الحائض، المرأة الحائض عندهم يجب عليها أن تصلي، أوجبوا قطع يد السارق من الإبط،
تقطع يد السارق عندهم من الأب ليس من الكف. عندهم آراء والعياذ بالله ليست من الدين في شيء. إذا ارتكب عندهم الرجل الكبيرة أخرجوه من دائرة الإسلام، وقالوا إن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. فظهرت هذه البدعة في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبين الصحابة حكمهم وأن هؤلاء من شر الطوائف، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه في معركة النهروان وفي غيرها من المعارك. ولما جاء رجل منهم يقال له ذي الثدية قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هم ظهروا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قسم شيئا من الغنائم، يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد أعدل في القسمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ كيف لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم لما أدبر الرجل قال لا يخرجن من ضئضئ هذا الرجل رجال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الروية من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه في العراق لما خرجوا عليه، قاتلهم ووجد ذي الثدية معهم، وسجد علي رضي الله تعالى عنه لما رأى هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من شر الآراء، لأنهم يأتون إلى آيات نزلت في الكفار ويجعلونها في المسلمين، يعني كفروا المسلمين، كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا عثمان، وكفروا الحكمين أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص، وقالوا لعلي رضي الله عنه لقد كفرت، حكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله. وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأباد أكثرهم، وأرسل إليهم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وكانوا أكثر من 6000 رجل. فناقشهم ابن عباس وبين لهم الحق، فرجع كثير منهم وبقي بعضهم وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. هذه المقالة أو هذه الطائفة التي يقول بها الخوارج ذكرها هؤلاء التابعون في عصر الصحابة رضي الله عنهم. يقول يزيد الفقير كما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال كنت قد شغفني رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة في مجموعة ذوي عدد نريد الحج، ثم نخرج على الناس، فمررنا على المدينة المنورة على طيبة الطيبة، فإذا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جالس إلى سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقول أن هناك في جهنم ناس يخرجون منها إلى الجنة اللي هم الجهنميون؟ قال له جابر رضي الله عنه ليزيد الفقير قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال فهل سمعت بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله فيه يوم القيامة؟ قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو المقام المحمود مقام الشفاعة الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها
قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. عيدان السماسم شجر السمسم إذا أخذ وأخذ منه وجعل في الشمس فإنه يتحول لونه إلى كأنه محروق بالنار، فهؤلاء كأنهم عيدان السماسم قد اسودوا من إحراقهم في النار، فيخرجون من النار كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة، يعني يريد أن يرد على رأي الخوارج الذين يقولون إنه لا يخرج أحد من النار وأن مرتكب الكبيرة خالدا مخلدا في النار. هذا يبين كذب رأي الخوارج وأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، ويخرج هؤلاء ويقال لهم الجهنميون لأنهم دخلوا نار جهنم ثم أخرجوا منها. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة يوضعون يلقون في هذا النهر ويقال إنه نهر الحياة، فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. والقراطيس هي الصحف التي يكتب فيها، يعني يصبحون بيضا بعد أن كانوا سودا من إحراقهم، فيخرجون إلى هذا النهر فيغتسلون فيه حتى يصبحون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ، يعني جابر بن عبد الله صحابي جليل، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ترون جابر يكذب في هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كلهم عدول وكلهم صادقون، جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول، ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق. قال أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فقلنا لا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم، يعني رجع هؤلاء الخوارج إلى رأي أهل السنة والجماعة بأن مرتكب الكبيرة إنما هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذب بقدر ذنوبه فإن مصيره إلى الجنة، كما هو الرأي في هؤلاء الجهنميون الذين يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون إلى نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فيغتسلون فيه حتى يصبحون كالقراطيس تدب فيهم الحياة ثم يكونون من أهل الجنة. ليه؟ لماذا؟ لأنهم ماتوا على التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لو ماتوا على الشرك فإنهم لا يخرجون من النار والعياذ بالله. ولذلك خطر الشرك، والشرك ما هو؟ هو أن تجعل لله ندا، أن تجعل مع الله ندا، تدعوه مع الله، تسأله مع الله، تطلب منه الرزق مع الله، تطلب منه شفاء المرضى مع الله، هذا هو الشرك. هو أعظم الذنوب أن تدعو غير الله، أن تدعو أحدا مع الله عز وجل، أن تأتي إلى ولي أو إلى قبر أو إلى مشهد من المشاهد التي بنوها على القبور وتعتقد أن هذا الولي يشفي مريضك أو يرد غائبك أو يعطيك رزقا أو يزوج أيما أو يعطيك ولدا، كما نرى في بعض البلاد الإسلامية للأسف أن بعضها فيها القبور هذه ويأتوها الجهلة الذين لا يعرفون التوحيد فيتمسحون بالقبور ويذبحون لها وينذرون عندها ويأتون بالعسل والسمن والأموال والذبائح يذبحونها عند الولي يزعمون أنه يقربهم إلى الله زلفى أو أنه يشفي مريضهم أو يزيد في رزقهم أو يرد غائبهم. هذا لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا عمرته ولا زكاته ولا صيامه ولا حج، شيء من أمور الإسلام. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله.
فإذا هؤلاء الذين ماتوا على التوحيد إن عذبوا عذبوا بقدر ذنوبهم، ثم إنهم يخرجهم الله عز وجل من النار إلى الجنة. طبعا إخراجهم إما يكون بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. جاء في الحديث أن الله عز وجل له ثلاث حثيات من النار، يخرج من في قلبه مثقال ذرة أو مثقال ذرة من إيمان يخرجهم الله عز وجل من النار إلى الجنة. يقول الله عز وجل: شفع الأنبياء وشفع العلماء وشفع الملائكة وشفع الشهداء وشفع الأفراط، الأفراط اللي هم الأطفال الذي ماتوا دون البلوغ يكونون شفعاء لوالديهم. ثم يقول: بقي رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط غير أنهم لم يشركوا بالله عز وجل، لم يعملوا خيرا قط غير أنهم ماتوا على التوحيد، فيخرجهم الله عز وجل ويدخلهم الجنة. وهذا من رحمة الله عز وجل، حتى إن إبليس عليه لعائن الله، إبليس الشيطان الرجيم، لما يرى من رحمة الله عز وجل وإخراجه لهذا الجم الغفير من العصاة في النار يتطاول برأسه لعله تدركه رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل له مئة رحمة، أنزل رحمة في الأرض يتراحم بها العباد حتى إن الدابة ترفع حافرها عن وليدها. إذا رأيتم الدابة إذا ولدت وليدها تحتها ترى الدابة ترفع قدمها، ترفع يدها عن ولدها. هذه من رحمة الله عز وجل التي أنزلها بين العباد يتراحمون بها. وادخر يوم القيامة 99 رحمة يرحم بها العباد. فلا يهلك على الله عز وجل إلا هالك شقي والعياذ بالله. فهذا الحديث العظيم، حديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره فيه بأركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الدين، دليل على أن هذا الحديث العظيم الذي يعتبر من أمهات السنة، بل هو أم السنة. وقد تكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل. وما بقي معنا من الوقت بإذن الله نتكلم عن هذه المسائل. أولا أن الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، كما جاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان بالكتب، وهذا من أعظم الأركان، والله عز وجل ذكر هذه الأمور لأنها مما يجب الإيمان به. فالإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم على درجتين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان بالكتب وهو الركن الثالث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان. والإيمان بها على صنفين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على أي رسول من رسل الله عز وجل، سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه. وهذا داخل في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر. فهذا الإيمان بالكتب إيمانا مجملا، أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على أي رسول من الرسل. أما الإيمان المفصل فهو الإيمان بما ذكره الله عز وجل في القرآن وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. الإيمان بالقرآن الكريم على جهة التفصيل، الإيمان بالتوراة التي أنزلت على موسى، والإيمان بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، والإيمان بصحف إبراهيم، والإيمان بصحف موسى، والإيمان بالزبور التي أنزلت على داود، وآتينا داود زبورا، ذكر في سورتين من القرآن الكريم. فهذا الإيمان المفصل، أن نؤمن بهذه الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم. وأكثر ما ذكر في القرآن من الكتب بعد القرآن الكريم التوراة التي أنزلت على موسى، وأكثر نبي ذكر في القرآن الكريم هو موسى عليه السلام، حتى قال العلماء كاد القرآن أن يكون موسويا، لأن قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع الطغاة في عهده تكررت كثيرا في القرآن الكريم، وذكرت التوراة أيضا في القرآن كثيرا، وذكرت باسم الكتاب، وذكرت باسم الفرقان، وذكرت باسم الضياء. فنتكلم عن هذا، عن التفصيل في ما يتعلق بالإيمان المفصل في الكتب التي أنزلت على الأنبياء في القرآن الكريم. الإيمان بالكتب ما معناه؟ هو التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من رسله، واعتقاد أن هذه الكتب حق، وأن ما فيها حق، وأنها منزلة من عند الله وغير مخلوقة. ليش إنها نقول إنها غير مخلوقة؟ لأنها كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، بل الكلام صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه. فالله متكلم أزلا وأبدا، لا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه. فالله تكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بصحف إبراهيم وصحف موسى، وتكلم بالزبور، وتكلم بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وكلم آدم عليه السلام، وكلم موسى عليه السلام كما في نص القرآن، وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس. فتبا لهؤلاء الذين يقولون إن الله ما تكلم ولا يتكلم. إذا كان المخلوق الضعيف يتكلم والذي لا يتكلم يعتبر عيب فيه ونقص، فما بالك بالخالق؟ ما بالك بالعظيم الجليل؟ ما بالك بخالق السماوات والأرض؟ لا كما تقول بعض الفرق إنه عبر عن كلامه، أو خلق كلاما في الشجرة، أو خلق كلاما عبر به عما في نفسه. هذا كله من الباطل. الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن هو كلام الله من أوله إلى آخره، أنزله الله عز وجل حروفا وأصواتا ومعانيا، تكلم الله عز وجل وتحدى به العرب والعجم، بل تحدى به الجن والإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحدى العرب عن أن يأتوا بسورة من مثله. ولما أراد مسيلمة الكذاب أن يضحك على قومه ويقول إنه نزل علي قرآن كما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا اقرأ علينا يا مسيلمة بقرآنك، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وباقيك حقر منك. يعني كلام فاضي، كلام هل هذا قرآن؟ حتى قال عمرو بن العاص والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب،
هذا قرآن مسيلمة يريد أن يعارض القرآن وأن يأتي بمثل كلام الله عز وجل المعجز، معجز بلفظه ومعجز بمعناه. نحن في عصر الكمبيوتر والتقنية هل يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن؟ لا أحد يستطيع. تحدى به الله العرب والعجم والجن والإنس عن أن يأتوا بسورة، سورة واحدة من القرآن مثل القرآن الكريم. فإذا القرآن العظيم هو أعظم الكتب التي أنزلها الله تعالى على أكرم رسله وعلى خاتم أنبيائه وأفضلهم وسيدهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سواء كان بحروفه أو بمعانيه، نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نزل عليه في شهر رمضان بداية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تارة يراه الصحابة، يرون جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة لا يرونه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظم ما يأتيك من الوحي؟ قال: أعظم ما يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي يعرق في الليلة الشاتية الباردة، يتفصد العرق من جبين النبي صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالوحي ثقيل. وكان عنده زيد بن ثابت، وكان واضعا النبي صلى الله عليه وسلم رجله وفخذه على رجل زيد بن ثابت، قال: كادت أن تنكسر رجلي، لأن أن تنكسر قدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضعا فخذه عليه من شدة الوحي. وكان يتمثل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي، أحد الصحابة رضي الله عنهم. رأته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، رأيت عندك دحية الكلبي. قال: قد رأيتي؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام يتشكل بصورة أحد الصحابة، وهو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. فيمتاز القرآن الكريم عن غيره من الكتب أنه يجب الإيمان به تفصيلا، فنصدق أخباره، الأخبار التي جاءت في القرآن، ونمتثل أوامر القرآن، ونجتنب نواهيه، ونتعبد الله عز وجل طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن القرآن هو المعجزة الخالدة التي تحدى الله عز وجل بها أهل الفصاحة والبلاغة عن أن يأتوا بسورة مثله، فعجزوا ولن يستطيعوا. وأيضا أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة، يتميز عن التوراة وعن الإنجيل وعن الزبور، بأن الله عز وجل تكفل بحفظه وسلامته من التغيير والتحريف والتبديل. نحن نعلم أن اليهود حرفوا التوراة، والنصارى حرفوا الإنجيل. الله عز وجل قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فاليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل، ولم تكن هي الموجودة الآن، ليست هي التي أنزلت على موسى ولا على عيسى، محرفة ومغيرة ومبدلة بنص القرآن، حرفوها وغيروها وبدلوها. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهود أن يحضروا التوراة وأن يخرجوا منها حكم الرجم، قالوا: ليست في التوراة. وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، وكانوا واضعين يدهم على آية الرجم، يقول أن الرجم ليس موجودا عندنا، ليس موجودا في التوراة. فقال عبد الله بن سلام، وكان من أحبار اليهود وأسلم رضي الله تعالى عنه، قال له: ارفع يدك. فلما رفع اليهودي يده رأوا آية الرجم موجودة في التوراة، فهم يخفون
الحق ويحرفون الكلم عن مواضعه. أما القرآن فهو قد تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يغير فيه ولا حركة. لو غلط إمام المسجد من المساجد فطفل صغير يرد عليه. وصف هذه الأمة جاءت في التوراة والإنجيل، من صفات هذه الأمة المحمدية أن أناجيلها في صدورها، أن أناجيلها في صدورها. هذه الأمة محفوظ القرآن في صدور الرجال قبل أن يكون محفوظا في السطور، هو محفوظا في الصدور، فلا يستطيع أحد أن يغير ولا أن يبدل. لو أخطأ العالم في الآية يرده أي واحد من المسلمين ممن يحفظ القرآن. أما التوراة والإنجيل فقد أوكل الله حفظها إلى علمائها، أوكلهم بما استحفظوه من كلام الله، لكنهم لما استحفظوا هذا ضيعوا وبدلوا وغيروا وحرفوا، حتى إن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله النبي الخاتم موجودة صفته في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل. ولما أسلمت صفية بنت حيي بن أخطب، صفية بنت حيي والدها حيي بن أخطب من زعماء اليهود من بني قريظة، وكانوا في المدينة المنورة في يثرب، وكانت صفية من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حيي بن أخطب وأخوه من اليهود، وهم من علماء اليهود من كبارهم وزعمائهم، وكانوا جالسين في خلوة وحدهم، وكانت صفية تسمع كلامهم. فحيي يسأله فيقول: أهو النبي الخاتم؟ هذا محمد الذي جاء إلى المدينة يزعم أنه رسول الله، هل هو الذي ذكر في التوراة والإنجيل؟ هل هو الذي ذكر في التوراة؟ فقال: نعم، إنه هو هو، ولكننا والله لن نؤمن به، لأن اليهود كانوا يطمعون أن تكون النبوة فيهم وأن لا تخرج عن بني إسرائيل. ولما خرجت إلى العرب إلى ذرية إسماعيل بن إبراهيم حسدوه ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهم يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يؤمنون به حسدا من عند أنفسهم والعياذ بالله. ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام موجودة صفته في التوراة والإنجيل، وأيضا ما جاء به من المعجزات مما يدل على نبوته، وأعظم هذه المعجزات هو القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: كان كل نبي يؤتى من المعجزات ما عليه يؤمن قومه، وإنما أوتيته القرآن كتاب يتلى، فأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا، لأن هذه المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة هو القرآن الكريم، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحدى بها العرب والعجم والجن والإنس. فالإيمان بالقرآن على جهة التفصيل تصديق أخباره، والإيمان بما جاء به والإيمان بأحكامه وأوامره ونواهيه، كل هذه مما داخل في الإيمان بها. أيضا القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة مهيمنا عليها بنص القرآن. الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والمهيمن هو الناسخ، ناسخ للتوراة وناسخ للإنجيل وناسخ لجميع الكتب السابقة وحاكما عليها. فهذه الآية تدل على أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة للكتاب، ولا بد من العمل
بما جاء في القرآن والسنة كما ذكرنا لكم. والقرآن كلام الله عز وجل، وهو صفته أزلا وأبدا، ويجب الإيمان بما جاء فيه، ومن أعظم الإيمان به العمل بأحكامه والاهتداء بهدي القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبكل حرف من القرآن 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهي 30 حسنة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وأن يجعلنا من الآمنين في هذا البلد العظيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها، وانصر جنودها المرابطين على حدودها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.